خلق اجمعين، سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، اما بعد. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابه، فجاء اعرابي فاكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي. ولا ربما قال صلى الله عليه وسلم: نبذ سته لوسلها راش فيش سخ. انا جزء اعرابي بقى البيت ولحيت مجيش خزر سخ. أنا فهم الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وتعاليت من نفسهم شيء مختلفة، يعني بسم الله زم أرم شيطان الله شباب بركة فيك يعني شو يعني. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. يقول مائدة ختم توا أديار زين قولة أشي صعبة مزاجي هذا شو نستطيع حق مثلا ما إدارة طيب هيك ما إدارة يعني شو نستطيع حق مثلا مستخدم هي وترى الحمد لله الحمد لله أنا مش أدعك وش تخونا دعك يبوجنا دو بس في ليش يعني تحم الحمد لله ريبا تشفدي زو حمدا كثيرا يعني بو طيبا يعني قاب سوريا الحمدو مباركا اليوم مباركا بمعنى يعني بركة يعني الطول هذا طيب يعني اشتاقتو تحنيني عن خرب دبا تسبي أبرا وخرب دبا عرفتي ورد يعني طريق حمد يا رب اقتفاع بشهر زلم داخل اقتفاع بشهر زلم وخرب بدو حمد وتخرب زل شكر شكر وقفاع بشهر ده يعني رمو فجي مباركا يعني طبعا يعني الحمدات وشرب بس يعني نيتم يعني هذا يعني أنا جاء غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا يوم يعلى مر تفسير زرع سؤال يعني مش هنا أو مكفي زي أنا يعني الحمد لله زي الطاقر أري عند الطاقر داخل الطاقر يوكلوا أرق أري عند حمد يعني تحم زريب بس رمزة دوش تخلص بورا وغجة دب يعني أو زري ولا لم ترى تفسير جاء الله سبحانه وتعالى يعني يشجع غيرك يعني وش تكون وي اشخاص شوي لاشخاص دي يعني زباك اي خمية بين يقني وقت دم خوي يجب ويت يعني الله سبحانه وتعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله